أهلا بكم إلى نشرة التاسعة من قناة ليبيا الأحرار. البداية كالمعتاد بأبرز العناوين. قوة حماية غريان تصد تقدم لمسلحي حفتر من محور غطريح. العربان بالتزامن مع غارات جوية لطيران حفتر. عقب موقف الرئاسي وبشاغة، العيساوي يؤكد أن لا خلاف بحكومة الوفاق بشأن صد العدوان على العاصمة. إدلام تام في المنطقة الشرقية نتيجة فصل خطي الجوار شاق مينس وخروج محطة شمال بنغازي عن الخدمة. أكد أمر قوة حماية غريان عبد الله كشلاف صد قوات الوفاق محاولة تقدم لمسلحي حفتر من المحور الشرقي للمدينة غطريح العربان. أما في طرابلس فقد أفاد القيد الميداني بمحور وادي الربيع عبد الباسطيكا بهدوء الأوضاع الميدانية الأحد نسبيا في محاور جنوب طرابلس. للمرة الثانية على التوالي في غضون أقل من أسبوع تصدت قوات الجيش التابع لحكومة الوفاق لهجوم مكثف صباح الأحد من قبل قوات حفتر خلال محاولتها التقدم باتجاه غريان من محور غطريح العربان، وفق ما أكده آمر قوة حماية غريان العميد عبدالله كشلاف للأحرار. كشلاف أوضح أن هجوم قوات حفتر رافقه غطاء جوي وغارات استهدفت قوات من قوات حماية غريان، مشيرا إلى أن القوة تمكنت من صد الهجوم وعززت مواقعها بقوات إضافية. وفق قوله، قوات حفتر لم تكتفي بذلك خلال الهجوم، حيث قال عميد بلدية غريان يوسف البديري إن طائرات تابعة لقوة حفتر استهدفت شاحنتين لنقل غاز الطهو كانت متجهة إلى المدينة دون وقوع أضرار بشرية. أما في طرابلس فأفاد القائد الميداني بمحور وادي الربيع عبد الباسط تيكا بهدوء الأوضاع الميدانية الأحد نسبيا في محاور جنوب طرابلس، مؤكدا للأحرار أن قوات حكومة الوفاق صدت محاولة تقدم لمسلح حفتر في محور وادي الربيع السبت، مشيرا إلى أن قوة الوفاق تحافظ على تمركزاتها في كافة المحاور. وحول وضع قوات حفتر قال وزير الدفاع السابق بحكومة الوفاق الوطني المهدي البرغثي إن هناك تشظ حقيقي في معسكر قوات حفتر، وإن ميزان القوة في صالح قوات الوفاق المدافعة عن العاصمة، مضيفا للأحرار أن القوة التابعة لحفتر ليست جيشا حقيقيا، وأن عددا من قادتها من المدنيين والمجرمين ككتيبة طارق بن زياد، محذرا في الوقت نفسه من عواقب دخول هذه القوات غير المنضبطة وغير النظامية للعاصمة طرابلس. وفق قوله، لا قدر الله لو تدخل هذه القوات إلى مدينة طرابلس حتستباح بالكامل، لأن ما هو جيش لمنضبط، هو جيش أغلبيته من المتطوعين وناس واجدة مجرمين وناس واجدة فيه حتى وطنية يعتقدوا أن هذا الجيش الحقيقي، ولكن ضروري نعرفوا أن لو دخلت هذه القوات حيستباح فيها كل شيء، وحتشاهد القتلى بالألاف وحتشاهد مجازر لم نسمع بها من السابق. هذا وقد شن طيران تابع لحفتر غارة جوية على منطقة السواني استهدف سيارة مدنية قرب شارع السامبا بسوق الكريمية، الأمر الذي أدى إلى مقتل 4 أشخاص وجرح 1، وفق ما أكده مصدر طبي لقناة ليبيا الأحرار، حيث أكد عميد بلدية السواني شعبان سويسي قيام المجلس البلدي بإخطار البعثة الأممية بتفاصيل الحادثة بالكامل، فيما لم يصدر عن البعثة أي بيان بالخصوص حتى الآن. ومتابعة لآخر التطورات الميدانية في مختلف محاور القتال على تخوم العاصمة، معنا مراسلنا من هناك عبد الوهاب بنيطان. عبد الوهاب، كيف يبدو الوضع الميداني الآن؟ وهل ما تزال قوات حكومة الوفاق الوطني تحافظ على مختلف تمركزاتها بمحاور القتال؟ نعم نبيل، بالنسبة لجنوب العاصمة طرابلس محاور القتال لم تشهد اشتباكات كبيرة، فقط بعض المناوشات الخفيفة والمتقطعة في عدد من محاور القتال، كذلك استهداف
المدفعية الثقيلة التابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني تمركزات قوات سلطر خاصة في محور المختار. هدد جنوب العاصمة طرابلس الوضع هادي مع هدوء الحذر يسود محاور القتال. الاشتباكات العنيفة هذا اليوم شهدتها مدينة غريان أو بالأحرى غوط الريح جنوب مدينة شرق مدينة غريان. هذه المنطقة بعد تقدم لقوات سلطر في غوط الريح وسيطرتها على بوابة غوط الريح استنفرت قوات حكومة الوفاق الوطني وتراجعت سبب تراجع قوات حكومة الوفاق الوطني بحسب ما قال لي قادة عسكريون من هناك أن سبب التراجع نتيجة أن منطقة غوط الريح تعتبر منطقة مفتوحة والقوات خسر استخدمت الطيران المسير بشكل كبير حيث أكد لي قادة عسكريون أن الطيران تقريبا حوالي 4 طائرات مسيرة كانت تستهدف قوات حكومة الوفاق الوطني ما أدى إلى تراجعها قليلا حيث تمترست في مناطق يعني لا يستطيع الطيران الوصول إليها واشتبكت اشتباكات عنيفة مع قوات حفتر في تلك المنطقة ولا زالت الاشتباكات مستمرة إلى حتى هذه اللحظة. إذن هي الاشتباكات مستمرة عبد الوهاب؟ الاشتباكات مستمرة لم تحسم السيطرة الآن لأي طرف؟ نعم نبيل حاليا قوات حكومة الوفاق الوطني تحاول السيطرة على إعادة السيطرة على بوابة غوط الريح ومنطقة غوط الريح بالكامل بعد أن قامت قوات حفتر التقدم في تلك المنطقة ولكن ما يعيق تقدم قوات حكومة الوفاق الوطني هو الطيران المسير نظرا لأن كما قلت لك منطقة غوط الريح تعتبر منطقة مفتوحة ومكشوفة فعسكريا بحسب ما قال لي قادة عسكريون أن عسكريا تلك المنطقة تعتبر خطرة على القوات البرية مع وجود طيران مسير كثيف. لم يوجد هناك أي طلعات قتالية في عبد الوهاب؟ لا توجد هناك أي طلعات قتالية بالنسبة لسلاح الجو التابع لحكومة الوفاق؟ نعم نبيل. هل هناك أي طلعات قتالية من قبل سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق في تلك المنطقة؟ نعم نبيل بالنسبة لسلاح الجو التابع لقوات حكومة الوفاق الوطني لا يوجد طلعات لم يؤكد لي سلاح الجو وجود طلعات هنالك سرية في هذه المعلومة نظرا حاولنا التواصل معهم ولكن لم يبدو بأي تصريح حول طلعات القتالية لسلاح الجو نبيل. شكرا جزيلا لك مراسلنا عبد الوهاب النيطان كنت معي عبر الهاتف من العاصمة طرابلس سنتواصل معك إن كان هناك أي جديد على الوضع الميداني هناك. نفى وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق علي العيساوي وجود أي خلاف بين وزراء الحكومة خصوصا في قضية دعم الجبهات ودحر العدوان على العاصمة. هذا وكان المجلس الرئاسي ووزير الداخلية قد نفيا في وقت سابق عزم المجلس الدخول في مفاوضات مع حفتر قبل دحر القوات المعتدية من حيث أتت. لا يوجد خلاف على الصمود ودعم الجبهات ودحر هذا العدوان. لا خلاف إذن على صد العدوان عن العاصمة وتقديم الدعم الكامل للجبهات في صدهم للقوات المعتدية على طرابلس. هذا ما أكده وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق في ثالث تصريح يخرج ردا على الملابسات التي طرحت حول اجتماع مجلس الوزراء وما تواتر عن خلاف بينهم حول العدوان على العاصمة والعودة إلى طاولة الحوار. علي العيساوي وفي تصريح لليبيا الأحرار الأحد أكد أن ما حصل في اجتماع الأربعاء نقاشات صريحة حول تأخر اجتماعات المجلس لسيما في مثل هذه الظروف التي تمر بها العاصمة إلى جانب مناقشة حماية مطار معيتيقا وتحييده عن الضربات التي تقوم بها قوات حفتر عليه مضيفا أن اجتماعهم خلص إلى ضرورة تقديم الدعم الكامل للجبهات في صدهم للقوات المعتدية على طرابلس. خلل نقاش صريح وواضح ومن بينها التأخر في عقد الاجتماعات لمجلس الوزراء في هذا الظرف بالذات ولكن هذا شيء طبيعي يحدث في أي حكومة. قبل ذلك كان وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا قد أكد أن الحكومة مستمرة في الدفاع عن مدنية الدولة وعن العاصمة طرابلس وأن الحديث عن أي مفاوضة لن يتم إلا بعد دحر القوات الغازية وفق تعبيره.
بشغا أضاف في تصريحات سابقة للأحرار أنه لن يكون هناك حل سياسي أو جلوس إلى طاولة الحوار ما لم يجدي صد قوات المعتدي، مؤكدا على دعمهم الكامل للضباط والقادة العسكريين في معركة الدفاع عن العاصمة بحسب وصفه. كل هذه الروايات التي جاءت على لسان وزيري الاقتصاد والداخلية كان قد أكدها المجلس الرئاسي عقب اجتماعه الأخير قائلا إن موقفه ثابت من الاستمرار في معركة الدفاع عن العاصمة ودحره للعدوان. كما شدد الرئاسي على رفضه الجلوس مع من ارتكب انتهاكات حقوق إنسان في إشارة لحفتر وتمسكه بمبادرة السراج الرامية للخروج من الأزمة عبر عقد ملتقى ليبي لا يشارك فيه دعاة الاستبداد والديكتاتورية حسب وصف البيان. تصريحات تأتي عقب حديث نشطاء عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن وقوع خلاف داخل الرئاسي في اجتماع المجلس الأخير وحديث السراج عن ضرورة تقديم تنازلات سلام مؤلمة لإنهاء الحرب، وهي رواية ما فتئ الرئاسي ورئيسه ينفيانها قبل صد عدوان القوات المعتدية رغم مطالب دولية بالعودة إلى طاولة المفاوضات. ناقش رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية التوصل لتسوية سياسية في ليبيا خلال لقاء لهما السبت على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع التي تعقد بمدينة بيريتز الفرنسية. ووفقا لما نقله المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، فقد أكد السيسي على ما وصفها بثوابت الموقف المصري القائم على التوصل لتسوية سياسية في ليبيا تضمن الحفاظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية وتمنع التدخلات الخارجية وفق تعبيره. هذا وكانت خارجية الوفاق قد استنكرت الأيام الماضية التدخل المصري الفج في عمل حكومة الوفاق بعد دعوة الخارجية المصرية البعثة الأممية إلى ما سمته الانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين من الشعب الليبي. تجددت محاولات المؤسسة الوطنية للنفط الموازية في بنغازي لتصدير الخام بطرق غير مشروعة وبالمخالفة لقرارات مجلس الأمن بالأمم المتحدة. أمر أكدته نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني ويليامز في لقاء لها مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله يوم الجمعة. بعد غياب ليس بطويل للأخبار حول محاولات المؤسسة الوطنية للنفط الموازية بيع الخام خارج إطار الشرعية، يعود الملف ليظهر من جديد، وهذه المرة على لسان نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني ويليامز التي أكدت أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب محاولات المؤسسة الموازية تصدير النفط الليبي إلى الخارج في انتهاك لقرارات مجلس الأمن. ويليامز قالت في لقاء مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعلة الجمعة إن المؤسسة في طرابلس هي الكيان الوحيد المعترف به دوليا والمخول قانونا لبيع الخام الليبي، ولكن مخاوف عدد من المسؤولين والمراقبين بدأت تتحقق فيما يتعلق بتحول الصراع القائم على الأرض إلى النفط واستخدام أمواله لتغذية عدوان حفتر على العاصمة بعد أن بدأت منابع تمويله المحلية بالجفاف. تصريحات ويليامز تؤكد ما أدلى به رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعلة في تصريحات سابقة كشف فيها عن توقيع الحكومة المؤقتة عقودا مع شركات إماراتية ومصرية وهمية لبيع النفط الليبي ب55 دولارا للبرميل، وهو أقل من السعر المحدد للنفط الليبي. هذا بالإضافة إلى تسريبات كان قد نشرها موقع جانز IHS ماركت أشارت إلى أن المؤسسة الموازية حاولت بتاريخ 9 مايو الماضي بيع النفط الليبي بشكل مستقل، إلى جانب وجود تقارير تشير إلى أنها وقعت عقدا مع مجموعة سولاكو المسجلة في الإمارات لتصدير 2 مليون برميل من الخام من ميناء مرسى الحريقة الذي تسيطر عليه قوات حفتر. إذن محاولات متكررة لبيع الخام بطرق غير مشروعة وتأكيد أممي جديد عقب ما أدلى به المبعوث الأممي غسان سلامة في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن التي قال فيها إن تواصل جهود المؤسسة الموازية لبيع النفط سيجلب عواقب كارثية على الاقتصاد الليبي، مؤكدا عدم قبول تلك المحاولات بشكل قطعي، إلا أن عمليات كهذه قد تؤثر على السمعة الليبية في سوق النفط العالمية.
وتهز ثقة الشركات في الطريقة التي تدار بها الموانئ النفطية التي تسيطر عليها قوات حفتر. في سياق متصل، أصدر اتحاد عمال قطاعي النفط والغاز بيانا أمهل فيه حكومة الوفاق والجهات المعنية مدة أسبوع لتنفيذ القرار الصادر عام 2013 والمتعلق بزيادة مرتبات العاملين في قطاعي النفط والغاز. في خطوة مفاجئة، أصدر اتحاد عمال قطاعي النفط والغاز بيانا أمهل فيه حكومة الوفاق والجهات المعنية مهلة أسبوع لتنفيذ القرار الصادر في عام 2013 والمتعلق بزيادة مرتبات العاملين بقطاعي النفط والغاز من دون تمديد. اتحاد العمال أشار في بيانه إلى أنه في حال عدم تنفيذ القرار فإنه سيصدر بيانا آخر لن يكون متهاونا ولن يرضي صانع القرار في البلاد. ويأتي البيان تزامنا مع تجديد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مؤخرا مطالبته بتنفيذ القرار الصادر في 24 من شهر أكتوبر من عام 2013 والقاضي برفع مرتبات العاملين في قطاع النفط والغاز بنسبة 67% بناء على المقترح الذي قدمه صنع الله للحكومة أنذاك. إلا أن السراج أكد خلال لقائه صنع الله تقديره لمطالبات المؤسسة المستمرة لتنفيذ القرار المشار إليه والجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في القطاع وصبرهم خلال السنوات الماضية نظرا للظروف الخاصة التي حالت دون تنفيذ القرار، حيث تم الاتفاق على أن يتم عقد اجتماع خلال الأسبوع القادم بين المجلس الرئاسي والمؤسسة الوطنية للنفط ووزارة المالية لبحث آلية تنفيذ قرار زيادة رواتب العاملين. صنع الله وفي تصريح له بعد اللقاء قال إن عاملي قطاع النفط والغاز يقدمون تضحيات هائلة ويتعرضون إلى الكثير من المخاطر خصوصا في الظروف الحالية، ولكنهم تمكنوا من تحقيق فائض في الميزانية بلغ أكثر من 1,400,000,000 دولار هذا العام، لافتا إلى أنه ونظرا للجهود التي بذلوها في ظل الظروف الصعبة وجب مكافأتهم عليها من خلال تنفيذ قرار زيادة الرواتب. القطاعات العامة في البلاد في مجملها لم تتجاوز أجورها الحد الأدنى 450 دينارا عدا بعض القطاعات الأخيرة إسوة بالقرار الأخير الذي اتخذه الرئاسي والمتعلق بزيادة مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة، ما دعا عمال قطاعي النفط والغاز إلى إصدار البيان الذي ربما سيؤثر على أداء المؤسسة في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد وفي انتظار ما ستحمله الأيام القادمة. أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار بياناً بشأن تعديل الأنظمة الأساسية للشركات والمحافظ الاستثمارية وفقاً لمعايير الحوكمة والشفافية، مؤكدة أنها تمتلك الذمة المالية والشخصية الاعتبارية المستقلة. وتضمن البيان إلزام الجهات التابعة لمؤسسة الاستثمار بمتطلبات الحوكمة والعمل على تعديل الأنظمة الأساسية مؤكدة وبحكم القانون منع المديرين وأعضاء مجالس الإدارات بالجهات التابعة لها من تولي أكثر من وظيفة وعضوية بمجلس الإدارة والالتزام بتعليمات ديوان المحاسبة، لافتة إلى أنها ستطلق مشروعها للتحول لتكون صندوقا للأجيال القادمة لكل الليبيين حسب نص البيان. أعلنت الشركة العامة للكهرباء وقوع إظلام تام في المنطقة الشرقية يبدأ من خط لجوارشا وحتى مدينة تبرق. وأضافت الشركة أن الإظلام وقع نتيجة فصل خطي لجوارشا جمينس وخروج محطة شمال بنغازي لدورة المزدوجة، وأنها تعمل على إعادة تشغيل محطة شمال بنغازي بحسب قولها. هذا وقال مدير دائرة الأعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد الدكوري إن الشبكة الكهربائية شهدت تحسنا ملحوظا بعد دخول الوحدتين الثالثة والرابعة بمحطة أوباري. وأوضح الدكوري لقناتنا أن دخول الوحدتين بقدرة 250 ميجاوات ساهم في استقرار الشبكة في الجنوب والتي كانت تعتمد على إمداد من المنطقة الغربية. تحسن ملحوظ في أداء الشبكة العامة للكهرباء بعد انخفاض عدد ساعات طرح الأحمال بالمنطقة الغربية إلى 7 ساعات. استقرار الشبكة بحسب مدير دائرة الإعلام بالشركة محمد التكوري
جاء بعد دخول الوحدتين الثالثة والرابعة بمحطة أوباري والتي أدخلت أكثر من 250 ميجاوات على الشبكة. التكوري أوضح في تصريح ليبيا الأحرار أن دخول الوحدتين ساهم في استقرار الشبكة في الجنوب والتي كانت تعتمد على إمداد من المنطقة الغربية، مشيرا إلى أن العجز في الشبكة العامة انخفض إلى 1200 ميجاوات وهو ما قلل من عملية طرح الأحمال. وتعاني الشركة تعرض محطاتها للاعتداءات المسلحة وإجبار موظفيها على إعادة التيار الكهربائي بالقوة، وهو ما حذر منه التكوري قائلا إن استمرار الاعتداءات على المحطات بالمناطق تسبب في تذبذب الشبكة وخروج بعض وحدات الإنتاج، مشيرا إلى أن أنانية بعض المدن والمناطق برفضها طرح الأحمال ساهمت في تردي أوضاع الشبكة. الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي خصوصا في شدة برد الشتاء وارتفاع درجات الحرارة في الصيف عجزت الحكومات المتعاقبة عن إيجاد حلول حقيقية لها، ووصل الحال بالشبكة في أكثر من مرة إلى حد الانهيار والدخول في إظلام تام بالمنطقتين الشرقية والغربية. إذن معنا عبر الهاتف مدير الإعلام بشركة الكهرباء سيد محمد التكوري. سيد التكوري أهلا بك. أهلا وسهلا بك. سيد التكوري، لو تطلعنا على وضع الشبكة الكهربائية بعد الإظلام التام الذي وقعت فيها المنطقة الشرقية. ما زال إظلام تام يمتد من القواشة إلى طبرق، طبعا طبرق فيها بعض الأحياء بها كهرباء لأنها تتغدى الآن من الشبكة المصرية، وأيضا جدابي وسرت تتغدى من خليج سرت، أما باقي المناطق فبها إظلام تام. طبعا هذا الإظلام ناتج عن فصل خطي القواشة، طبعا نتيجة فصل الخطين تخرج بعد ساعات، يعني ما هو السبب في خروج الخطي؟ طبعا فصل الخطي أدى إلى خروج محطة شمال بنغازي يعني العمل الآن، وفي هذه اللحظات المهندسون والفنيون بالشركة العامة الكهرباء يقومون بإعادة تشغيل محطة بنغازي، وبإذن الله خلال ساعات يتم تغذية محطة بنغازي وتغذية المناطق، يعني منطقة منطقة، إلى أن يكتمل تغذية كل المناطق والمدن في المنطقة الشرقية. نعم. طيب سيد التكوري، قد قلتم أن دخول الوحدتين بمحطة أوباري سيحسن من وضع الشبكة الكهربائية، والآن نشاهد إظلامات مستمرة، أي حلول جذرية يمكن أن نراها من الشركة؟ هو تحسن، يعني لاحظنا هناك تحسن في أداء منظومة الشبكة الكهربائية في المنطقة الغربية والجنوبية، وهذه لاحظها حتى المواطن، ولكن يعود إلى عدة أسباب. أولا دخول كل وحدات الإنتاجية بعد حدوث الإظلام السابق. ثاني سبب هو انخفاض درجات الحرارة. ثالث شيء هو الشركة ساهمت بدخول وحدتين اللي هو الرابعة والثالثة في محطة الغازية. أولا هاتين الوحدتين ساهمت في استقرار الكهرباء أو التيار الكهربائي في المنطقة الجنوبية اللي كان يعاني من تذبذب أو ضعف التيار الكهربائي. طبعا الشركة العامة للكهرباء هذه ليست المرة الأولى، بل قامت بإنشاء مشروع 400 كيلو فولت في المنطقة الجنوبية لمعالجة تحسين الجد، ولكن للأسف تم سرقة 350 برج، والمشروع هذا خسرت عليه الشركة ملايين الدينارات. الآن بتشغيل هاتين الوحدتين استقر الوضع في المنطقة الجنوبية ولله الحمد، ومعنى استقرار الوضع في الشبكة الجنوبية استقرار الوضع يعود حتى على الشبكة العامة اللي تحسنت في هذه المدة. يعني لاحظنا في الأيام الماضية عندما كانت درجات الحرارة في الأربعينات، يعني كان ساعات طرح الأحمال تفوق 10 ساعات و12 ساعة، لكن الآن ولله الحمد انخفضت ساعات طرح الأحمال، وكل يوم تنخفض لأن اعتدال الجو هذا يخفض من الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية والمتبقي الآن في الذروة الشتوية في تشغيل أجهزة التكييف جدا. نعم، مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء السيد محمد التكوري كنت معي عبر الهاتف من طرابلس، شكرا جزيلا لك.
وفي سياق متصل، أكد مدير إدارة شبكة الجهد المتوسطة الغربية بشركة الكهرباء أحمد منصور انقطاع التيار على كامل منطقة بئر هويسة بعد اقتحام مجموعة خارجة عن القانون محطة 11 كيلو فولت التي تغذي محطة 220 بمنطقة بئر الغنم اليوم الأحد. وأضاف منصور بحسب دائرة الإعلام بشركة الكهرباء أن الاعتداء على المحطة تسبب في فس خطوط الطاقة وتفريغ زيت التشغيل، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على منطقة بئر هويسة. هذا وأكدت شركة الكهرباء القبض على الجنات من قبل مديرية أمن الزاوية، مشيرة إلى أن العمل جار لصيانة المحطة وإرجاع الكهرباء للمنطقة. مشاهدينا الكرام، هذه النشرة متواصلة وفيها بعد الفاصل. مدينة وازن تزف 16 عريسا وعروسا في زفاف جماعي بإشراف مؤسسات أهلية ورعاية المجلس البلدي. لأن مرحلة البناء دائما البناء أصعب من الهدم، وفي مرحلة الثورة يتحد الناس، وفي مرحلة ما بعد الثورة يتفرقون، وهذا شيء طبيعي. ما نرجوه في حقيقة الأمر ويرجوه كل الليبيين هو أن ننتقل وبشكل سلس وسلمي إلى تأسيس الدولة المدنية. أن المواطن يجب أن يقتنع أن الآن بيده وبيده هو فقط القرار، يستطيع أن يسقط الحكومات ويستطيع أن يجلب حكومات أخرى. في الحلقة القادمة من أرشيف وتاريخ تشاهدون حوارا حول تطلعات وآمال الليبيين بعد سقوط نظام القذافي. أرشيف وتاريخ يأتيكم في الأوقات التالية. قوة حماية غريان تصد تقدما لمسلح حفتر من محور غوط الريح العربان بالتزامن مع غارة جوية لطيران حفتر. عقب موقف الرئاسي وباشاغ العيساوي يؤكد أن لا خلاف بحكومة الوفاق بشأن صد العدوان على العاصمة. إظلام تام في المنطقة الشرقية نتيجة فصل خطي لجوار شاجمينس وخروج محطة شمال بنغازي عن الخدمة. أهلا بكم من جديد. أفادت منظمة التضامن لحقوق الإنسان بهجوم مسلحين على مخيم نازحي تاورغا في مدينة جدابية وإخلاء المباني وتحطيمها، ما اضطر الأهالي لمغادرة المخيم. وأشارت المنظمة إلى أن القصد من الهجوم إخلاء جزء من المخيم، وهو عبارة عن مبان تم تشييدها على قطعة أرض ملك لعائلة قامت بإعطاء العائلات النازحة مهلة للخروج، وعند امتناعهم هاجمتهم مجموعة مسلحة من الشبان وأخرجت العائلات بشكل مباشر. توفي الشيخ عبد العظيم ميلاد الفراوي غرقا في البحر بمدينة اسطنبول التركية، وذلك بعد إنقاذه شابا من الغرق، حيث نجا الأخير وقضى الشيخ في موقف أثار عديد ردود الفعل الإيجابية والمادحة للشيخ عبد العظيم. الفراوي كان إماما وخطيبا وواعظا ومحفظا لدى وزارة الأوقاف الإسلامية ببنغازي سابقا.
شرعت بلدية أبو سليم السبت في إزالة اللوحات الإعلانية الموجودة في الطرقات العامة وغير المرخصة التي ساهمت في عرقلة السير على الأرصفة. وذكر المجلس أن أعمال إزالة اللوحات المنتشرة بشكل عشوائي شملت الطريق المزدوجة بمحلة صلاح الدين خلف حي ناصر، امتدادا خلف المجمع الصحي وصولا إلى الطريق الرئيسي لحديقة الحيوانات بمحلة باب السلام، مؤكدا أن هذه الحملة مستمرة لتجوب جميع الطرق الرئيسية ببلدية أبو سليم وفق الخطة الموضوعة من قبل اللجنة المشكلة من الحرس البلدي وشركة الخدمات العامة والأجهزة الأمنية. قام فريق رواد الخير للعمل التطوعي بغدامس بحملة طلاء للجدران الواقعة جهة محلة جرسان في المدينة القديمة. الحملة نظمت للمرة الثالثة تحت شعار من أجل جوهرتنا، وشملت إزالة ومسح الكتابات والعبارات التي يخطها المواطنون خلال تجولهم بالمدينة القديمة، بالرغم من وجود لافتات إرشادية في كل مدخل في المدينة القديمة تحث الزوار على المحافظة على هذا الموروث. لاحظنا في ظاهرة خطيرة أو ظاهرة جديدة علينا، اللي هي من بعض الزوار أو بعض المواطنين الخربشة على جدران المدينة القديمة، الكتابة على جدران المدينة القديمة. هل الكتاب وهل الخربشات هذه سببت تشوه كبير للمدينة القديمة؟ أول ما يخش الزائر المدينة القديمة لاحظوا في وجود اليافطات إرشادية، كتابات إرشادية، عدم الخربشة وعدم المساس بجدران المدينة القديمة، إلا أن لاحظنا ما زال مع وجود هذه اليافطات اللي قام بها جهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس وأيضا مركز عيون غدامس، إلا أن مع وجود هذه اليافطات ما زالت الخربشات وما زالت الكتابة على الجدران موجودة. يعاني الطريق العام الرئيسي الرابط بين مدن سبها وأباري وغات من تهالكها لكثرة التصدعات والحفر بها وغياب الإشارات المرورية، طرق لم تعد صالحة للحركة والتنقل بعد أن تسببت في الكثير من الحوادث المأساوية والأضرار البشرية والمادية للمتنقلين عبرها. نتابع. مقبرة السيارات والإطارات، ذلك اسم الشهرة لأهم الطرق الرئيسية بالجنوب الليبي. إنه الطريق العام الرابطة بين مدن سبها وأباري وغات، وهي الشريان الحيوي والأساسي بين ثلاث مدن رئيسية. نشأ وزارة المواصلات على الإسراع في صيانة الطريق العام الرابط بين منطقة سبها وأباري والمر ببلدية بن تبيه للتقليل من معاناة المواطن مما تسببت فيه هذه الطريق في أضرار للآليات وخسارة في الأرواح، وبما أنه هو طريق أو شريان حي لتغذية الحقول النفطية والمشاريع الزراعية الواقعة في الجنوب. الطريق البالغ قرابة 600 كيلومتر قديمة ومتهالكة، أنشئت في فترة السبعينيات من القرن الماضي ولم تعد صالحة للحركة والتنقل عليها لكثرة التصدعات والحفر بها وغياب الإشارات المرورية، وهي السبب الرئيس للحوادث المأساوية للمتنقلين عبرها. الطريق ما فيش طريق أصلا، من قبل فبراير طبعا الطريق متهالكة، وبعد فبراير الطريق تهالكت أكثر، رغم أن النفط والحقول النفطية ما يجنش حتى 150 كيلو يعني ويوميا يمر على سيارة النفط. نناشد الحكومات، لو انه في حكومات بالشرق في الغرب، نناشد الجهات المختصة بالاهتمام بالطريق، يعني ما يجيش، يعني هي اصلا ما فيش طريق راه. طبعا مر على طريق وعايش في منطقة أباري، ونشوف الطريق اللي موجود الان معاناه الناس اللي تعاني فيها في حفر طريق والمشاكل الاخرى. انا من بنسائل الحكومات الموجودة ما نشوف لنا حل لهالمشاكل اللي موجودة. احنا يا راجل النفط عندنا والخير عندنا والدنيا عندنا، ما نقوش طريق نمشي نتريحوا فيها يا راجل. معاناه بشكل غير عادي، الحوادث بشكل مفزع، الناس تعاني في تشققات الطرق. معقولة ما في حد ينظر لأي شيء من الموجود، معاناة الناس في كل شيء حتى من طرق؟ يا راجل تعال بعد لنا حد يصلح لنا طريقنا والدنيا، المشاكل تاعنا موجود احنا.
رغم أهمية هذه الطريق من الناحية الاستراتيجية والحيوية ووجود مصالح اقتصادية هامة للدولة بها كحقلي الشرارة والفيل النفطيين ومشروع مكنوسة وبرجوج الزراعيين، فإنها لا تلقى أي اهتمام بصيانتها من الحكومات المتعاقبة منذ تأسيسها. والسؤال هنا، إلى متى؟ أقامت اللجنة المشرفة على الشؤون النازحين بمدرسة أبو ذر الغفاري بمنطقة الدريبي بطرابلس أمسية ترفيهية للترويح عن أطفال العائلات النازحة. ويأتي الحفل الذي أقيم بالتعاون مع منظمة النحلة لتعليم والطفولة وبمشاركة فرق للعروض الترفيهية، يأتي في إطار تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للعائلات النازحة وخاصة للأطفال لتجنيبهم آثار الحرب النفسية. يشار إلى أن المدرسة تقيم بها أكثر من 25 عائلة نازحة منذ بداية العدوان على العاصمة. يلا عندنا سؤال، واللي بيجاوب السؤال من العائلات اللي معاك. في دار الغفاري عندنا 26 عائلة نازحة، وفي إطار البرنامج الدعم النفسي الاجتماعي لأطفال النازحين في البلدية، طبعا مشكورة منظمة النحلة دائما متواجدة معنا. احتضنت مدرسة عائشة بمحلة البركت ببلدية غات المنتدى الترفيهي الإبداعي الثاني بالمنطقة، الذي شهد مشاركة أكثر من 150 شخصا ينشطون في مجالات شتى بالمنتدى، وشملت الجوانب الفكرية والتثقيفية كمجال الإعلام والثقافة العامة ومجال الطبخ والحياكة والتصميم، إلى جانب مجال الإسعافات والفنون الحركية. في أجواء مفعمة بالنشاط والإبداع احتضنت مدرسة عائشة بمحلة البركت ببلدية غات المنتدى الترفيهي الإبداعي الثاني بالمنطقة بمشاركة أكثر من 150 مواطنا ينشطون في مجالات شتى بالمنتدى، شملت الجوانب الفكرية والتثقيفية كمجال الإعلام والثقافة العامة ومجال المطبخ ومجال الحياكة والتصميم، إلى جانب الإسعافات والفنون الحركية. ترفيهي الثقافي الشبابي نظم فيه جمعية الرحمة للأعمال الخيرية في منطقة غات، وإحنا معتادين هذا يعتبر من ضمن منشط من مناشط جمعية الرحمة، وتقيم به جمعية سنويا من أجل القضاء على الفراغ والقضاء على الجوانب السلبية والقضاء على المخدرات والقضاء على الفراغ. يعني استهداف التلاميذ خلال العطلة إلى جانب الشباب من الجنسين ومن مختلف الأعمار للقضاء على الفراغ والاكتساب مهارات جديدة وصقل المواهب وتدعيمها كانت الهدف الرئيسي من إقامة المنتدى، حيث تركزت أغلب جوانبه على الثقافة المحلية وترسيخ القيم والأخلاق الحميدة والحث على التمسك بالموروث الشعبي الذي تزخر به المنطقة. استهدفنا من 7 سنوات لعند 50 سنة 40 سنة قاعدين في نسوين كبار قاعدين يشاركين معنا، والحمد لله زي ما الفكرة زي ما درناها قضينا على الفراغ الفترة هذه كلها ودرنا نشاطات والحمد لله ودرنا منتدى ترفيهي وكل الناس ترفهت به. افتقار المنطقة للمنتزهات وأماكن ترفيهية هو ما دفع المشرفين على المنتدى إلى إقامة مثل هذه التجمعات العام الثاني على التوالي وسط نقص كبير في الإمكانيات، والذي لم يقف عائقا أمام إرادة المنظمين والمشاركين. اختتمت ببلدية الزنتان فعاليات الدورة التدريبية للرفع من كفاءة الموظفين بديوان بلدية الزنتان، وذلك تحت شعار جامعة الزنتان. الدورة التي استمرت على مدار 4 أيام تأتي في إطار تنفيذ بنود اتفاقية التفاهم المبرمة بداية أغسطس الجاري بين بلدية الزنتان وجامعة الزنتان ضمن مبادرة نيغوسيا. هذا واستهدفت الدورة عددا من مديري المكاتب التابعة لديوان بلدية الزنتان، وتعد الأولى ضمن سلسلة من الدورات التي سيتم من خلالها استهداف كافة العاملين بالقطاع الحكومي التابع لبلدية الزنتان.
الاتحاد الاوروبي كان يدير دعم فني لمجموعه من البلديات في ليبيا، وتم الاتفاق في تونس وعده جمعات في عمليه النهوض بالبلديات وتدريب الموظفين تدريب يعني على مستوى بشكل علمي وايضا عملي في الرقي بمستوى الموظفين في البلديه. كانت الدوره لمده 4 ايام انتهت اليوم وبعون الله بتخرج او بمنع شهايد ل4 موظفين مدراء الادارات، وسوف نستمر بعون الله في هذه الدورات للرفع من كفاءه الموظفين بالبلديه. زفت مدينه وازن 16 عريسا وعروسا في زفاف جماعي أشرفت عليه ونظمته جمعية وازن الخير تحت رعاية المجلس البلدي، وتعد المبادرة خطوة إيجابية هي الأولى من نوعها في المدينة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. في خطوة تعد الأولى من نوعها بوازن، زفت المدينة 16 عريسا وعروسا في زفاف جماعي، وذلك تحت إشراف وتنظيم جمعية وازن الخير وبرعاية المجلس البلدي وازن. شكرا للجنة المشرفة على هذه الفكرة، هذا العرس الجماعي. إن شاء الله هذه أول مرة طبعا في وازن، إن شاء الله من خير لخير، إن شاء الله ربي يهني الشباب. شكرا لجميع الشباب الذي عاونوا في المنصة وعاونونا بهذه الفكرة، وإن شاء الله ربي يهني الكل. بارك الله فيكم، بارك الله في الإذاعة، وأشكر كل اللي جاهد معنا وجمع يده معنا لإتمام هذه الفكرة، وإن شاء الله ربي يهني للجميع إن شاء الله. خطوة تأتي وفقا للقائمين عليها للتخفيف من أعباء تكاليف الأعراس على الشباب المقبلين على الزواج، وتجسيدا لمبدأ التعاون المجتمعي وترسيخا لقيم التكافل من أجل القضاء على مظاهر الإسراف. عدد كبير من أهالي المدينة ومسؤوليها، إضافة إلى ضيوف من المناطق المجاورة نالوت وسيناون والحوامد والغزاية، كانوا من بين الحضور لهذه المناسبة. مبادرة العرس الجماعي كما هو معروف أن هي مبادرة قديمة لدى أغلب المناطق في سلسلة جبل نفوسة، وهذه السنة طبعا بادر شبابنا وتبنوا هذه الفكرة ونادوا بها في هذه المنطقة، ولقت استحسان منذ البداية وتنادوا وسجلوا في هذه المبادرة، وهم طبعا ساعيين إلى إنجاحها بفضل تكاتف جهود أبناء هذه المنطقة. جت الفكرة هو السعي للحد من الإسراف في المناسبات الجماعية ودعم الشباب بقدر الإمكان. العرس شهد إقامة مأدبة غداء جامعة بحضور أهالي المدينة وأعيانها وشبابها وأطفالها، إضافة إلى عدد من الضيوف وذوي العرسان. وفي اختتام فعاليات العرس، قامت جمعية وازن الخير والمجلس البلدي بتقديم عدد من الهدايا العينية للعرسان. إلى هنا نصل إياكم ومشاهدينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بالعناوين. قوة حماية غريان تصد تقدما لمسلحي حفتر من محور غوط الريح العربان بالتزامن مع غارات جوية لطيران حفتر. عقب موقف الرئاسي وبشاغة، العيساوي يؤكد أن لا خلاف بحكومة الوفاق بشأن صد العدوان على العاصمة. إظلام تام في المنطقة الشرقية نتيجة فصل خطي لجوار شاجمينس وخروج محطة شمال بنغازي عن الخدمة. ولمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت libelahrar.tv وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله، دمتم بخير. We'll be right back.